بشا بكاركترتها نسدها حلقلقها سيد لع يا ابو لع همام مبروك امير البحار والامر هناك في الصين متروك للعندليب اللي غنى من كمان نن 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 نن. انا كنت بحب صندل نهني ميك يا صين مبروك علينا الاعدام لا مبروك ابو العالمين عفرو تسوسة وخالتي نوسة دماغ حويطة يا لهوي تيتا وحط عندك كتير يا سيدي اديكو بوسة امضاء هنيدي روح العب مع اللعب روح يا بابا العب في اللعب روح يا قلبي العبي في اللعب روح يا بابا ما تكسفيش عايز تبي هنا؟ اوكي. الفيلم ده لما جينا نكتبه كان في حاجات مهمة بصراحة كتير كذا هدف. أول حاجة كان إنذار لكل من هو مطرب من الآخر ما أصدقائي وحبايبي بس عندليب الدقي كان سهم مقلق جدا جدا جدا. بنقول عمرو دياب وتامر حسني ومدحت صالح وكاظم كل الأساتذة اللي بيغنوا الفن مش اهات الغنى مش كرفطات ولا قطات الغنى شرطات الغنى الاصيل اللي هو شرط بتغني الاطفال لازم يعني موضوع كده بنوضبه مع بعض ظهر عندليب الدقي في ناس كتير فكرت تعتزل وعندليب الدقي واحنا بنكتبه لازم المؤلف طبعا يبقى نجم وشاطر وكل حاجة بس لازم يبقى ساكن في الدقي مش معقول هجيب واحد مؤلف من العباسية يكتب للدقي صح ولا لا مش معقول هعمل عندليب العباسية بعيدة أو صح فكان لازم حد عنده ذكريات الدقي وعنده لحظات الكفاح اللي هي حصلت له هو شخصيا في ميدان الدقي هننزل بجوجل كده على ميدان الدقي هنلاقي أيمن بهجة قمر منور ميدان الدقي بحب اقول لكم باسمي وباسم الكتاكيت الحلوين دول وكل الموجودين في الاستوديو بنرحب بعندليب الدق الاصلي ايمن بهجة قمر ميمو 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 حبيبي يا جماعه الاستاذ ايمن بجد عندليب الدق الاصلي بس قبل اي حاجه ايمن في حاجه انا مش عارف اتخلص منها من ساعه الفيلم خير. وانت اللي هتساعدني قول. ان انت تخرج مني حمائي وتخرج عمرو دياب فجر صل على النبي صل على النبي وتخرج مني الناس دي صل على النبي مايكل جاكسون ما ايوه ايوه تعال نخرجهم بره ونرجع يلا نورك حبيبي والله العظيم نورك حبيبي قبل ما نتكلم عن عندليب الدقي وذكرياتنا فيه اسالك سؤال كان نفسي اساله من زمان وانت هتجاوبني بصراحه بعد الانفجار الغنائي اللي حصل في هذا الفيلم من اغاني عظيمه طبعا من العندليب سمعت ان في بعض من اسماء زمايلنا المطربين الكبار يعني في اللي قفش وفي اللي تقريبا اعتزل وفي ناس لا في سواد في في يعني انا عرفت ان ياني اكتئب ياني لما شاف الفرقه بتاعتك أيوة نهار ايوه نهار انا مش هلعب مزيكا تاني ومدحت صالح خد جنبي شويه كده عمرو ما علقش يعني هم
الموهبة اللي شافوها في الغنى الحمد لله دمرتهم ودمرتهم. يا ميمو الراجل اللي هو عندليب الدقي المضروب بالغنى دوت وبتاع شفته بجد في الدقي؟ يوه ده انا شفته في الدقي والمانيال والهرم وفي كل المناطق. انا بالنسبة لي عشان انا راجل اساسا شغلتي شاعر فواجهت طبعا مناظر من دي، يعني يمكن عندليب الدقي بالنسبة لهم كاظم الساهر. الله. والله العظيم انا في واحد جالي مرة هو شغال في المذبح، مع احترامنا للمذبح طبعا بس هو ملوش اي علاقه بالغنى، هو شغال في اللحمه وفي حاجات تانية. وولد جالي مليان جدا وكاحت شعره كله كده من هنا كده، ايوه، ومؤمن بموهبته بثقه متناهيه. طيب. يعني والله العظيم انا لما سمعته، انا طبعا ما بحبش اجرح حد طبعا، فبفضل اعمل ايه طبعا لا يعني بعمل حاجات بوش غريبه وجز فاهم انه يفهم مش عايز ابص عليه. وهو عمال ماسك، كان بيغني لي الاغنيه بتاعه محمد محي بتاعت يا اهل الملامه فرقوا بينا يا طير، ففيها ولا يا هوا لا يا هوا بلغ حبيبي بتاعت محي، قالها ازاي مثلا في بعده لينا بعده مين غناها بعته لينا بعته مين بعته مين بعته وبيمد بقى يعني وبيقول سيني واصلا مفيش صوت. بقول لك انا صوتي جنبه يعني انا بعرف اغني بالنسبه لي. انا اليوم ده من كتر ما انا حسيت ان الولد ده فقره كوميديه انا سجلت له الغنى بتاعه واحتفظت بيه طبعًا فتره. بس يعني يصعب عليك يا اخي. ما هو يصعب عليا لو هو مثلا عنده حاجه، في حاجه مثلا عيب، لكن هو مختار طريق غلط والثقه بتاعته تدعو للسخريه بالظبط، لان اللي حواليه بيضلوه. دي السخريه مش منه كشخص. انا مره واحده انا لو انا جيت كلمتك ياباني الناس هتضحك عليا بالظبط، ده مش معناه ان هم مثلا بيتنمروا عليا، لا ده واحد بلا موهبه بالزبط. ومقتنع ومصدق جدا. لا انا كان في واحد مصدق حاجه مختلفه. كنت بصور فيلم في استوديو الاهرام، فجالي المساعد قال لي يا استاذ في واحد بره يعني هينتحر ويقابلك. ايه السبب؟ ايه موضوعه؟ قال لي هو بيقولوا انه شبهك جدا كويس. أوكي. وانت عامل له مشاكل في المنطقه. قلت له طب ده كويس، ممكن نستفيد بيه يعني. دخل اقسم بالله حد غيري تماما، هو شبه محمد سعد، شبه اي حد غير محمد هنيدي. فانا قلت له ايه؟ قلت له خير. قلت له خير في ايه؟ ملوش اي علاقه بيا. قال لي ابدا ما فيش، الشبه اللي بيني وبينك زي ما انت شايف، وامشي في الشارع يا هنيدي يا هنيدي. فده عامل لي توتر يعني. فقلت اجي امثل معاك وبتاع مش عارف ايه. قلت له معلش واحده واحده، صلي على النبي، المرايه اهي والناس قاعده اهي، انت شبهي؟ قال لي مش مصدق صورتي اهي. قلت له صورتك ايه؟ ما انت كلك قدامي. كلك قدامي. سالت عليه قلت يمكن هو مثلا بيقول حيله عشان يمثل. لا اصحابه قالوا لي لا عايش كده انه شبه محمد هنيدي، فاهمني؟ هو بعيد البعد. المشكله ان حد بيصدق حاجه ويا عيني تبقى مش موجوده واللي حواليه بيضروه. ده انا افتكرت كمان واحد جالي مره قال انا عايز اعمل البوم، وهو قريب ناس قرايبي. وابتدى يفكر ازاي هيتصور على البوستر. يعني هو اللي شغله البوستر، اللي واقف على البوستر وانه يلعب مجموعتين ضغط. ويا ابني انت ما بتعرفش تغني يعني. كان في بيني وبينه قرابه. وهو مصمم. واحد تاني كان كل تركيزه ان هو بارم حته في شعره قدام كده وبينزلها كده بالظبط. وهي دي هي دي موضوعه في الغنى. لكن الصوت مفيش. لكن هو بارمها ومنزلها وحياه ربنا. هو داخل بدي، هو داخل بالبرمه دي اللي هو الستايل المختلف وبتاع. فيعمل جو اللي هو ما بيفكرش في الموهبه، هو بيفكر في البرمه، بيفكر في الفلوس بالزبط. بيفكر بالزبط. في الكلام ده. طبعا عندليب الدقي لو غنى دلوقتي 2021 هيغني ايه؟ لا عندليب الدقي لو غنى دلوقتي اعتقد ان هو هيبقى بالنسبه لهم خالد الذكر يعني، بالنسبة لبعض الأغاني اللي بنسمعها. فعندليب الدقي ده كاظم الساهر طبعا. لا يا نوع الأغاني اللي ممكن يغنيها ايه؟ مهرجانات بقى. برافو. طبعا مهرجانات بقى. وانت اللي طلبت تطلقي بقى تتعمل بقى، تتعمل حاجة جديدة. انت اللي طلبت تتطلقي بالزي والأصوات بقى بتاعتهم معانا بقى، هم عارفين التركيبة المهرجانات. طب لو عمل دويتو عندليب الدقي ممكن يعمله مع مين؟ يعمله مع حمو بيكا بقى. برافو. صح. صح. لا هيبقوا حلوين قوي والله. هي يعني هيخلقوا عندليب الدخيله مع عندليب الدقي. مره واحنا بنصور وفي استوديو مصر ومشهد الفرح اللي انا طلعت فيه في الاول دوت، فانا
نفسي يعني في حد هتعامل معاه في الفرقة فعايز أقول اسمه كويس؟ وأقول اسم الناس بقدمهم يعني المشهد اللي اتعمل ده اللي في الصوان في الصوان فالأستاذ أيمن كان موجود قلت له أيمن والنبي الراجل ده اسمه إيه؟ قال لي شعر السدر حسين طلعت وإحنا واقفين يعني حاجة غريبة قلت له يعني إيه شعر السدر؟ قال لي اسمه شعر السدر هو شكله كده أيوه طلع شكله كده وإنت أضفت بقى بتاعت صيدلية محمود عندليب الدقي إحنا كنا بنعمل فيلم اسمه وش إجرام قبل عندليب الدقي كويس؟ وش إجرام كان فيه مناطق محتاجة مشاهد كوميدية فقعدت انا والمخرج وائل احسان وكذا فقلنا ايه ممكن نجيب حد دمه خفيف يكتب لنا المشاهد دي وحاجات كده فقال لي في الوقت ده قال لي في ايمن بهجت قمر بيكتب اغاني بس نفسه يعني نوى انه يشتغل في السينما ويكتب وبتاع قلت له بس ده مش هيحط اسمه على الفيلم ومش عارف هيرضى قال لي لا 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 هيرضى جدا ولو بقى حلو نروح ايه يعني مكافاه ليه يعمل الفيلم اللي بعد كويس قلت له يلا كناش لسه احنا تعرفنا بعض ده انا عايز اقول لك اللي قاله لك وائل ده انا بالظبطه كمان قلته لمراتي قالت لي يعني انت هتقعد تعمل حاجه ومن الاخر مش هتتنسب ليك بالظبط قلت لها ماشي بس ان شاء الله الفيلم اللي بعديه بالظبط هشتغل معاه الله يفضل وهو ده اللي حصل لو فانا وايمن كنا لسه مش اصحاب وبتاع فوائل قال انا عارف بيته قلت له تعالى نفوت عليه كلمناه ايمن عايزينك في كلمتين نزل ركب جنبي في العربيه وقلت للراجل ايه اطلع فجاه ايمن لقى نفسه في الصحراء قال لي انا رايح فين طيب افهم مراتي اقول لها هاجي امتى قلت له بص انت هتقعد يوم في العجمي يا هتقعد اسبوع تمام قال لي ماشي فروحنا البيت ادينا له النسخه ودوني اوضه لوحدي كده ايوه انا كنت بقى متوتر جدا انا ما اعرفكوش كلكم ايوه وانا بقى الواد الشاب الظريف بقى اللي جاي بقى يلا بقى ورينا اللذيذه بس اول ما الحمد لله ربنا كرمني بالمشهد اللي انت هو ده هو احنا قاعدين على البحر انا وائل احسان وقلنا له لما تلاقي ظابطه وبتاع كلمنا احنا لحد دلوقتي انا شخصيا في اختبار للراجل ده جامد جدا ووائل مفيش ساعتين فقال شاور لنا اطلعوا يا جماعه اول مشهد اراه لنا باشا 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 فاكر الكاميرا تطلع وتلين قلت له طب تمام هننزل نسيبك شويه سيبناه شويه طلعت لقيته كاتب ارجوك انا عايز الدين الحقنه بسرعه ارجوك انا عايز الجرعه قلت له يا استاذ يعني يا ريت تشرفنا وسبناه كام يوم ودي كانت بالنسبه للمشاهد الكوميديه اللي حضراتكم الحمد لله عجبتكم يعني دي كانت بصمه ايمن بهجت قمر في وش اجرام وطبعا كان بالتالي لازم نوفي بالوعد وهو كان حقه الحقيقه ورحنا داخلين في عندليب الدقي قلت له ايمن اعمل لي بقى فيلم اول ما قال لي الاسم فاكر قال لي في حاجه بس مش هحكي لك قلت له قال لي في حاجه في شخصيه اسمها عندليب الدقي طبعا حبيت الفكره جدا جدا بس عايز افكرك بحاجه بقى فاكر اياميها ودي شهاده حق لازم تتقال احنا كنا في 2006 تقريبا في الفتره دي فاكر الدكتوره هاله سرحان طبعا لما قابلتنا كانت هي المسؤوله عن انتاج الفيلم بالظبط وكنا هنعمل مشروع تاني ولغيناه بالظبط جت فاكر اقترحت علينا ايه واحنا قلنا لها لا ايه دي قالت لنا على حاجه جامده جدا وعايز اقولها للتاريخ إيه؟ قالت لنا ما تعملوا فيلم لواحد شغال في متحف شمع فيه شخصيات مهمه تاريخيه بتتحرك أيوه قبل الفيلم بتاع بن ستيلر اساسا بخمس ست سنين واحنا ساعتها رحنا عاملين لا وكان اقتراح عن دليل والله بجد ده قبل ما يبقى في فيلم اسمه نايت ميوزيم هي قالت فكره لا واقتراح كمان من الفانتازيا الخليجية الشخصيه الخليجيه لما اتفرجت على فيلم انا يا خالتي وانا كنت عامل جزء كده بسيط بالزبط. خليجي قالت لك ما تستغل الشخصيه بالظبط قالت لي استغل الشخصيه وابتدينا نكتب في عندليب الدقي عندليب الدقي كان ملخبط ناس كتير اول ما بدا للناس مش عارفه مين فوزي ومين فواز وهو واحد بس اللي فصل في الموضوع ده وهو خان كابور الفيلم وصديقي وحبيبي وصديق الناس كلها الاستاذ والنجم الكبير واخونا داوود حسين و
حبيبي شرفتنا شرفتنا حبيبي. خان كابور اللي لازم كده حبيبي زيك يا استاذ يا اهلا وايه في رجيم جامد حاصل حلو قوي رميت عبق السنين شخصين من جسمي تفضل تفضل يا غالي تفضل تفضل يا دودو هلا نورت مصر ونورتنا انت فين من 14 سنه موجود موجود بس مش معانا احنا بالظبط ما انا بقول انت فين مننا انت فين مننا يعني الحمد لله مش محتاج اقول ولا بجامله ولا حاجه طبعا. بس من الشخصيات اللي اتحبت انسانيا جدا جدا وفنيا طبعا مش محتاج وشالنا في الفيلم وغنى هندي ودلع شرف كبير شرف كبير وجوده معانا يعني. جدا 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 قبل ما نبدا اي حاجه انا فوزي ولا فواز لا بد ان نعمل دي ان ايه لا بد ان نعمل دي ان ايه لا بد ان نعمل دي ان ايه دي ان ايه لازم انت الوحيد اللي مش عارف لسه طبعا الاستاذ هو اللي فصل خان كابور وبانت حنيته الشخصيه وادائه اصلا ليها غير كده استاذ داوود يا جماعه في اللوكيشن ان شاء الله تشتغلوا معاه انا مش هحكي عليه يعني استاذ واخ وكل حاجه كل حاجه صح طبعا دلوقتي يا استاذ انا شفتك في الفيلم هندي بسم الله ما شاء الله ولو ان انا مش عارف ده هندي ولا مش هندي بس انا صدقت لا لا هندي والنبي هندي واسمه ايه وباكستاني ولغات كتير كلتها اللهجه المصريه كلتها ازاي بحبكم الله واحنا بنحبك والله بحبك الله يوحنا الله يوحنا والهندي والبنجلاديشي هل ده من افلام هل عشره ناس هو يعني انا بالنسبه لي الملعب الهندي ده بحبه جدا يعني وانا صغير دايما الافلام دي كلها جداً. مفيش فيلم بيعدي مفيش ده في افلام ممكن 3-4 مرات في الاسبوع الله احفظ الاغاني بتاعتها وكلها فعلشان كده لما اتكلمنا على الفيلم وموضوع الفيلم بالنسبه لي كان الموضوع سهل وحلو طبعا طبعا يعني ده حب والله مش اكتر عديم. الدنيا حلوه والاوركسترا موجوده والهندي انا مش هقول لك غني هندي لا مستحيل طلع واحده بس عشان خاطري ايه غني هندي هندي طلع واحده دي حصيله ايه ده واحد لا بص انا جبت المايك توقعت اصلا انا توقعت حبيب بس انا هقول حاجه من شغلنا من عند اللي بدو الله الله يعني لو مشوا معايا الفرقه مشوا ما مشوش مشوا لا جاهزين تمام حلوين جاهزين چوري چوري هم گوري سے پیار کریں گے چپکے چپکے دل کی باتیں یار کریں گے چوري چوري هم گوري سے پیار کریں گے چپکے چپکے دل کی باتیں یار کریں گے آنے والی آئے گی گوری سے پتا ڈھونڈ رہے ہیں جانے کب سے ہم اس کا پتا آجا 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 الله 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 بس فلتت مني انا الاغنيه دي في حاجه عظيمه فلتت مني لازم اكتبها انا ايوه انت عارف ان اقول سر بقى ما حدش يعرفه انت عارف ان اغنيه انت اللي طلبتي تتطلقي دي تلحيني والله العظيم والله بس استعنت باسم ملحن صديق عشان ما يكتبوش ان انا بلحن يعني انت اللي طلبتي تلحيني تقمصت شخصيه الملحن حسن دنيا في الحان الحلمي عبد الباقي والله يعني نفس سكه اتخدعنا والحاجات دي خدت لا اغنيه اغنيه يعني اللي ما يعرفهوش الناس كمان الاغنيه ديت اللي عزفها الاوركسترا السيمفوني بتاع الاوبرا اساتذه كبار وعارف وتحسها ايه على ولع واحد ستة وكان اول يوم خارجي اغنيه مين حبيب بابا كويس طبعا درجه الحراره ما قدرش استويت فيها دي متنا وائل احسان كمان عاد كتير قوي يعني شارع الشيخ زايد الله يرحمه بين نروح ونيجي حوالي بتاع 15 مره انا فاكر فانا ببص لقيت الكرو بيقع يعني قلت له كفايه يا وائل قال لي اخر مره بس عندي والنبي طلب في ولد صغير في اخر العربيه خليه يعمل ليبسنج بس مع الغنى تمام قلت له حاضر
فروحت للواد الصغير وكلنا تعبانين. انا فاكره كان واد رخم قوي. فواد كده قاعد كاره الدنيا هو. قلت له حبيبي لما الاغنيه تتعمل اللي بقول معاها. قال لي يا عم ما ابغى اغني، ابغى اقول شعر. حياه المصحف. قلت له تبغي تقول شعر واحنا فاضيين لك؟ رحت شايله اديته للمساعد، قلت له خلي ده معاك. مشهد النطه بتاعت البيت، النطه بتاعت بتاعت الكلب. لا احنا خدنا الحر صح جدا جدا، وبعدين يعني كنا ندخل الفيلا التكييف تحت الصفر، فبس ربنا سترها معانا. فاكر برضو مصطفى لما عمل الشوت بتاع حلمي بكر لما بيرميك من الشباك؟ طبعا. وراح يعني هو في ازاز بيتعمل مخصص يتكسر. طبعا. الواد يعني راح لابس في الازاز ما اتكسرش. حتى وائل سابها، وائل في المونتاج سايبها، هتلاقي اتنين كات، واحد لبس في الازاز والتاني نزل. فراح سايبها لانها حلوه، ان هو دب راح لابس. ابو حسين بيقولوا ان ابنك ما شاء الله شبه حسين الجسمي. لا ما شاء الله. اتنينهم حسين ويشبهوا بعض. بس انا ابني احلى. طبعا طبعا احلى. طبعا طبعا. وحسين جميل. هيغني هو؟ مين؟ ابنك. لا هيغني ايه؟ لا لا خلاص، هو حاجه تانيه خالص، ملوش دعوه بالفن. تخصص تاني. هو طيران. انا فاكره بيغني وحافظ بالبنط العريض لحسين الجسمي. لا لا ابوه حافظ. دايما اللي كاتبها. طب يا سلام. طب انا طب النبي نختم الفقره دي ونقولها والنبي ماشي. بس انا اقول لك على حاجه. يعني انا يعني الغنوه طبعا اكيد غنوه جميله وناجحه وكل حاجه. انا بعد اذنك غيرت فيها شويه. براحتك ممكن؟ انت براحتك تعمل انت عايزه. خدت الابروف خلاص يا سلام. ماشي. هندي بالبنط العريض نجم جامد ونوع فريد، يعشق اصحابه بجنون وهم بيحبوه اكيد. في عندلي بدقي كنت انا خنكبر وهندي عنيد، رحنا صورنا في دبي والفريق كله سعيد. ولقيت الطبطبة أقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ببقى زي واحد جديد. لقيت الطبطبة كهربا، ببقى زي واحد جديد. جامدة جدا يعني، ذكرى جميلة هتبقى والله. لو جدا 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 أنا جدا. الكلام اللي كتبته ده يعني ساعات واحد ممكن يقول لحد ان هو بيحبه، ممكن يقول حبيبي. لحد ان يعني انا لما غيرت قلت للاستاذ ايمن ان انا بحبك، وقلت للاستاذ محمد ان انا بحبك. يا حبيبي طبعا كلنا بنحبك يا حبيبي. ربنا يخليك وعايش والله معانا، يعني احلى ذكرى سايب لنا، احلى ذكرى. احنا دلوقتي عشان انا يعني حاسس ان اثقلت عليكم، هناخد بريك ظريف كده عشان في فجأة كبيرة قوي بعد الفاصل. فجأة حلوة. ماما حلوة. كلنا نرحب بصاحب ماما حلوة النجم علاء مرسي. بدأ رحيل لي جملة. لا يا عم. أقول له ماما ساكنة فين؟ فقال لي فيصل وبن علي جاي هنا. أنا ضعت. أنا ضعت. جمهوري أنا بحبك. والفرد بحبي وعبك. الله لا لا لا. مش عارف إيه يا فوز. بنافس مين؟ 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 حبيب بابا يزيد. الله 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 الله. المفاجأة الجميلة دي. يزيد يزيد كبر ما شاء الله. والله حبك يزيد. باشا 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 باشا. هنبدأها بكاركترات هنصدقها،
حالة خلقها السيد لع يا ابو لع همام. مبروك امير البحار والامر هناك في الصين مبروك للعندليب اللي غنى من كمان نن 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 نن. انا كنت بحب صندل لعني ميك يا صين. مبروك علينا الاعدام لا مبروك ابو العالمين. عفرو تسوسة وخالتي نوسة دماغ حويطة يا لهوي تيتا وحط عندك كتير يا سيدي اديكو بوسة امضاء هنيدي